السلام عليكم، مرحبا بكم. انا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم فطائر في المقله اللي هما دي بانكيك، غير هما بالطريقه اللي غادي نعطيكم اليوم طريقه سهله وكيجيو ناجحين وما كيجيوش معجنين من الداخل ديالهم. هنا في المكونات عندي بيضه وحده، عندي مبشور ديال الحامض وخنيشه ديال الفانيلي فيها 7 غرام، غنضيف معهم معلقه كبيره ديال السكر، يعني ما يعادل واحد ربع كاس العنبه ديال السكر. ما كنكثروش السكر بزاف في لي بانكيك، السكر هو اللي كيحرقهم وكيجيبهم من الداخل بحال مدقسين. هما راه كيجيو حلوين غير بديك المعلقه ديال السكر مع هاد القياس هذا كما شفتوا، بيضه وحده اللي استعملت. هنا غادي نحتاج كاس لارب ديال الحليب، الا بغيتو تخلطوا كلشي في الخلاط الكهربائي خلطوه اللي بغيتو، فالكميه كما شفتوا راه غير قليله. حركوا غير بالقوه ديالكم وكيجي زوين وخفيف من الداخل ديالو. كيما شفتوا هنا درت 8 غرام خميره الحلويات، وغادي نضيف 5 ديال المعالق كبار ديال الدقيق، تقريبا غيجيكم واحد كاس ديال العلبه وربع. ودابا كما شفتوا هنا خديت واحد معلقه ديال الزبده اللي ذوبتها وخليتها حتى بردات، وغادي نضيفها في التالي. صافي غادي نخلط هاد المكونات كاملين باش ما يبقاليش دوك الكويرات ديال الطحين. دابا غادي نغطيه فيلم اليمونتير وغادي نخليه يرتاح واحد 20 دقيقه في الثلاجه او خارج الثلاجه، ماشي مشكل. دابا الحال بارد، واخا تخليه خارج الثلاجه ما كي يعني ما كيطرى له والو. غادي نغطيه ونخليه ان شاء الله ونرجع معكم. من بعد ما ارتاح هاد الخليط غادي نسخن المقله ديالي. انا اختاريت اليوم ندير المقله اللي فيها 7 وجوه، وانتم تقدروا ديروا غير مع غير مقله اللي تكون غير لاصقه، يعني حتى المقله غير لاصقه راه كتغي تكون سخونه مزيان وغادي تطيبوا فيها. من بعد ما سخنات المقله غادي نقص شي شويه العافيه، وغادي نبدا ندير واحد تقريبا واحد المعلقه في كل هاد الحفره هادي. كما شفتوا راه كيبداو يتثقبوا شي شويه، غير كيشدوا راسهم. صافي كنقلبهم. كما شفتوا البنات غادي تحمروهم في الوجه في الظهر اللي كتقلبوا عليه. صافو ديك الساعه كتوضعوا يعني الباقي ديال الخليط. صافي البنات كما شفتوا غادي نطيبهم كاملين بنفس الطريقه ديال البانكيك العاديه، غير ما كتخليهمش هكا يتحمروا من التحت بزاف، فغير كتشوفهم شدوا راسهم وبداو داك الثقوب كيبانوا كتقلبوا باش يكمل الطياب ديالهم. غادي نكمل الطهي ديالهم، نشوفكم ان شاء الله في الشكل النهائي. بالنسبه للتزيينه البنات زينتهم انا غير بشويه ديال المربى وشويه ديال اللوز ايفيلي، اما التزيين ديروا اللي بغيتوا، تقدروا تخليهم غير هكا ودهنوهم شويه ديال الشوكولا الخاص بالدهن ولا اللي بغيتوا. اي صوص راه تجي معاهم وكيجيو زوينين بزاف وخفاف. غنقسم معكم شي حبه، غنقسم معكم البنات هانتوما كيجيو مفشفشين من الداخل ديالهم ورطبين، وان شاء الله الا جربتوهم غادي يعجبوكم، خاصه الا درتو داك المبشور ديال الحامض كيعطيهم واحد المذاق زوين. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم.